ما معنى اسم زكريا؟ اسم زكريا من الأسماء الغير منتشرة بكثرة في الوطن العربي، حيث ابتعد عنهم كثير من الأزواج في السنوات الأخيرة نتيجة لرغبتهم في إطلاق أسماء حديثة على أطفالهم من الذكور دون الأسماء القديمة، بالإضافة إلى خوف بعض من المسلمين من إطلاق هذا الاسم على أطفالهم ظنا منهم أن هذا الاسم يخص الديانة اليهودية، وهو الأمر الخاطئ الذي سنخوض في صحته. الكثير منا يعلم اسم زكريا على أنه اسم أحد أنبياء الله في أرضه دون أن يعلم المعنى الخاص بهذا الاسم بصورة مفصلة، حيث ذكر معجم معاني الأسماء أن اسم زكريا من أصل تراثي، وهو اسم مكون من شقين وليس اسما واحد كما يعتقد البعض، حيث يتكون اسم زكريا من زخر أي يذكر الله، ويهوى هو الله، زخر يهوى. وقد تم اختصار يهوى إلى يا وأصلها يه، ما جعل الاسم في النهاية زكريا زكريا، وبتركيب كلا الشقين زخر ويهوى فإن اسم زكريا في النهاية يكون معناه ذكر الله بشتى الطرق، سواء بالحمد أو الاستغفار أو حتى الصلاة، أي أن اسم زكريا في النهاية معناه ذكر الله والدعوة إلى طاعته. على الرغم من معرفتنا بوجود نبي لله قد عرف باسم زكريا، إلا أن الكثيرين منا لا يعلم الكثير من المعلومات عنه، حيث أن النبي زكريا هو من سلالة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، وكان موكلا برعاية السيدة مريم العذراء في المحراب حتى ميلاد المسيح عيسى بن مريم، كما دعا الله أن يرزقه بابن له بعد أن بلغ الكبر وزوجته كانت عاقرا، إلا أن الله حقق معجزته في الأرض بأن رزقه بالنبي يحيى، أي أن سيدنا زكريا من سلالة أنبياء، وأكمل تلك السلالة بميلاد النبي يحيى. نتيجة لكون اسم زكريا من أصل تراثي، أي أنه ذكر في التوراة، هي الكتاب المقدس لدى اليهود، يخشى بعض من المسلمين من تسمية أبنائهم من الذكور بهذا الاسم، ظنا منهم أن الاسم يخص اليهود فقط. ولكن علماء الدين الإسلامي قد أجازوا شرعا تسمية الذكور المسلمين باسم زكريا، لأن الاسم يكون تيمنا بالنبي زكريا الذي آمن بعقيدة أخيه موسى اليهودية، ومن ثم آمن بدعوة الرسول عيسى بن مريم أي المسيحية، أي أن التسمي بزكريا أمر جائز شرعا دون وجود أي حرج في ذلك.